موجودة معك. ايه يلا قول يا مكرم. الله يسلمك، على الهوا نحن صح؟ انت اكيد على الهوا، انت على المي على الهوا. سيدي الكريم، بدي اسالك سؤال. والدي عمره 75 سنة حاليا، وقدم على الحج وتم القبول. بعد ما تم القبول صار يقول اني انا مالي قادر اروح حج لحالي، المفروض حدا يروح معي. انا ممكن اوقع، انا ممكن امرض، انا ممكن. فقال لي بدي حدا يروح معي، فعرضت عليه اني انا اطلع معه. زين صح اوكي، والحمد لله تقدم لي وتوافق. هي طبعا لانه اتوقع كل رجل معه من ذوي المحارم جائز يصحب مع اثنين او ثلاثه. تمام، فهلا بس توافق علي اني انا اطلع معه، يعني متزعزع، فكرته انه ما بده يطلع السنه. لا حابب قال السنه الجايه يطلع. ضامن عمره المتقاعس على. لا شوفي لا. شوفي هو متردد. قولي. فهلا حاليا يعني بده يطلع وما بده يطلع، يعني 80% ما بده يطلع و20% احتمال يطلع. فهلا انا شو حكمه وانا شو حكمي؟ انا كثير متشوقه اطلع. اطلعي والزميه بالتي هي احسن، اقنعيه. شوفي لا تقنعيني امراه ما تقدر تقنع، انتم بتقنعينه ابليس تقنعونه اكيد. ايه فايه واضح، فالنساء شطرات. يعني المراه اقنعت النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل. أم سلمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه 120 ألف من الصحابة، ما حد اقترح الاقتراح إلا أم سلمة، واقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة أم سلمة، فحلق شعره ونحر. صح، فالنساء هن الدواهي والدواء هن. صح تمام، فأنت اقنعيه ما استطعت بالتي أحسن، ولا تستخدم سلاحك. اجعلي الأخ يتكلم، الأخت تتكلم، أمك تتكلم، المهم لا تفوتي هذه الفرصة. والدتي متوفية لأني أنا رحم الله أختك الله يرحمها، فأنت اقنعيه. أتمر لها كمان عمره لإلها. المهم أنت اقنعيه وبالتي هي أحسن، وبإذن الله بوافق يا رب. إن شاء الله. الله يعيني عليه. آمين يا رب. شكرا جزيلا.